بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا اولاد درس مهم جدا، نمذجة اسم كسر اعتيادي على كسر اعتيادي اخر. خدنا المرة اللي فاتت نفس العنوان، ولكن كان صحيح على كسر وكسر على صحيح. المرة دي ايه بقى؟ كسر اعتيادي زي ما انتوا شايفين، ادي كسر وده برضو كسر. ليه؟ لانه بيتكون من بسط ومقام. ازاي نحل المسألة حسابيا وازاي نحلها من خلال النمذجه؟ تعالى الاول نتفق اتفاق، انا اعملها لك الاول بالنمذجه عشان اسم الدرس نمذجه، عشان تفهم الطريقه على النماذج ايه. ايه الاتفاق اللي عايز تشوفه يا مستر حامد؟ انا هوريك شريحتين اتنين، ادي واحد وادي التاني. بص كده، التلتين دي بتمثل ايه؟ بتمثل كسر، والتلات ارباع بتمثل كسر. طب ما اللي فاتت برضه يا مستر كسر على كسر. ايوه، ولكن في فرق بين طريقه الحل هنا وطريقه الحل هنا. طب ليه يا مستر حامد؟ بص معايا وانا اقول لك. المساله دي هي النوع الطيب. طب ليه طيب؟ لان المقام الثلاثه ينفع يوصل للسته. هي الثلاثه تنفع توصل للسته؟ ايوه، بالضرب في اتنين، دي الطريقه السهله. طب بص للي بعدها، المقام الصغير ثلاثه، هي التلاتة تنفع توصل للأربعة؟ لا، مفيش ضربية تلاتة في حاجة بأربعة، عشان كده بقول لك ركز في الاتنين. ناخد الحالة الأولى السهلة الأول، لما المقام الصغير ينفع يوصل للمقام الكبير نكتفي برسم مستطيل واحد. أهو رسمت مستطيل واحد. طب المقام كام؟ المقام تلاتة، راح مستر حامد مجزأه تلات أجزاء. كنت بقول لكم ايه المرة اللي فاتت؟ أول خطوة رسمت، تاني خطوة قسمت، تالت خطوة لو حد فاكر الأغنية لونت. البسط اتنين، يبقى نلون اتنين. أهو أدي واحد أدي اتنين، يبقى الأول رسمت وبعدين قسمته تلاتة وبعدين لونت اتنين. جميل جميل، لحد كده سهل. طيب التلاتة نفسها توصل لكام؟ للستة. لو ضربتها في كام؟ في اتنين. عارفين معنى كده نعمل ايه يا ولاد؟ معنى كده نجي لكل جزء واقسمه جزئين، اتنين 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 بس، خلاص. يبقى الاجابة كام جزء؟ ستة اجزاء. لكن يا مستر حامد احنا بنشتغل على الملون بس، واحد اتنين ثلاثة أربعة، يبقى الإجابة أربعة يا ولاد بس، خلاص. شفتوا الجمال؟ التلاتة تنفع توصل للستة بالضرب في اتنين، يبقى نقسم كل خانة اتنين، يبقى كله ستة أجزاء، يبقى الملون بالعد الجديد أربع أجزاء، هي دي الإجابة. يجي ولد يقول لي طب اتأكد لي كده يا مستر حسابيا. أوكي، نسيب التلتين زي ما هي، العلى تبقى فيه، السدس نقلبه يبقى ستة على الواحد. الأغنية إيه؟ اتركها اقلبها اعكسها. خلاص خلاص، يجي ولد يختصر، ماشي دي تقبل مع دي، عاد تلاتة فيها الواحد، عاد تلاتة فيها الاتنين، اضرب فوق أربعة، اضرب تحت واحد، أربعة على الواحد فيها الأربعة، نفس الإجابة. النماذج زي الحسابي. نيجي للأصعب شوية، اسم كسر على كسر بس المقام ما ينفعش يوصل للكبير. في الحالة دي نعمل ايه مستر حامد؟ قول لنا. نرسم مستطيلين، نرسم مستطيلين، والناس اللي بتكتب محدش يكتب في الشات، ماشي؟ مستطيلان، نعمل ايه؟ مستطيل للأول ومستطيل للتاني. رسمت واحد اهو والتاني اهو. جميل جميل. طب الاولاني مقامه ثلاثة، راح مستر حامد مقسمه ثلاث اجزاء. طب التاني مقامه اربعة، رحت مجزأه اربع اجزاء. جميل، يبقى عملت مستطيل للاول ومستطيل للتاني. نيجي للتلوين، هنا اتنين من ثلاثة، راح المستر ملون اتنين من ثلاثة، ادي واحد ادي اتنين. جميل، نيجي للتاني، تلات ارباع، يبقى نلون ثلاثة من أربعة، أدي واحد أدي التاني أدي التالت. يبقى أنا لونت كام؟ ثلاثة من كام يا جماعة؟ ثلاثة من أربعة. المستطيل الأول يخص الكسر الأول، المستطيل الثاني يخص الكسر الثاني. لونت هنا ولونت هنا، يبقى رسمت قسمت لونت،
وبعدين بقى يا مستر حامد هقول لك وبعدين هنعمل ايه؟ اتفقنا ان التلاتة ما ينفعش توصل للاربعة، نعمل ايه؟ لازم اجيب الميم ميم الف ليهم علشان عملية التجزئة والتقسيم تتم. طب بنجيبه ازاي؟ هي الاربعة تقبل على التلاتة؟ لا، حد فيكم اولي التلاتة اولي، نضربهم في بعض يبقى الاجابة 12. عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده ان هقسم كل مستطيل من دول، ده يتقسم 12 جزء وده يتقسم 12 جزء، ده يتقسم 12 وده يتقسم على ال 12. يوم يجي ولد يقول لي ما بعرفش اقسم يا مستر حامد، اقول له ليه؟ يقول لي والله ببص له كده ما بعرفش اقسمه ازاي. اقول له يا حبيبي هم كام جزء؟ يقول لي ثلاثة. اقول له الثلاثة عشان تتضرب توصل لل 12 تتضرب في كام؟ يقول لي في أربعة. أقول له يبقى كل واحد أربعة يا حبيبي، بس خلاص أهو، أربعة لده وأربعة لده وأربعة كمان للفاضل بعيد، ده اللي أنا مش هستعمله أهو. بس تاني والنبي يا مستر الحتة دي حضرتك قسمته إزاي؟ هما تلات أجزاء، تلاتة في كام؟ ب 12، تلاتة في أربعة يبقى أربعة لده وأربعة لده وأربعة لده. طب نيجي للي تحته، مش عارف يا مستر اقسم، هم كام جزء يا حبيبي؟ يقول لي اربع اجزاء. اقول له اربعه في كام؟ ب 12. يقول لي اربعه في ثلاثه. اقول له يبقى ده يتقسم ثلاثه بس، وده يتقسم ثلاثه بس، وده يتقسم ثلاثه بس، وده يتقسم ثلاثه بس. لو عديت كله تلاقيه 12 هنا و12 هنا. طب يا مستر حامد سهله، الحمد لله. قول لنا بقى الاجابه تيجي ازاي يا مستر حامد؟ الاجابه ببساطه يا اولاد، لو عديت دول، بص بص، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ملونين. طب لو عديت اللي تحت هتلاقيهم كام؟ هتلاقيهم تسعة ملونين. طب نجيب الإجابة إزاي؟ الإجابة بسهولة، مش دول ثمانية؟ آه حطها لي هنا. مش دول تسعة؟ حطها لي هنا. يبقى ده ثمانية من 12 وده تسعة من 12، طالما ال 12 قد ال 12 يبقى الإجابة بسط ده على بسط ده، 8 أجزاء يا ولاد ببساطة، بس خلاص، بسط الأول على بسط الثاني. طب عايزة حسابيا نسيب التلتين زي ما هي، العلى تبقى فيه، اللي بعدها يبقى 4 على الثلاثة، تمام. نعمل إيه دلوقتي؟ نعمل إيه يا جماعة؟ هل في اختصار بين الأربعة والثلاثة؟ لا. بين الاثنين والثلاثة؟ لا. نضرب اللي فوق في بعض ونضرب اللي تحت في بعض، أربعة في اتنين بتمانية، تلاتة في تلاتة بتسعة، نفس الإجابة اللي طلعت. تعالى بقى لتدريبات سلاح التلميذ على الأشكال الملونة، إزاي نحلها مع بعض يا ولاد الأشكال الملونة دي؟ ركز معايا يا حبيب قلبي. نص على ربع، الراجل عامل لي النص أهو، نص، والربع أهو، بيقول لي النص على الربع، يعني النص فيه كام ربع؟ نعمل ايه يا جماعه؟ بص معايا كده، نبص للمقام اتنين، تنفع توصل للاربعه؟ اه، لو اتضربت في اتنين، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نجزأ ده جزئين يا جماعه، اهو، انزل كده على الحدود دي، بقى اصبح اللون البرتقاني ده فيه كام واحد؟ فيه اتنين من الاخضر. في اتنين من الاخضر، يعني قده مرتين، يبقى الاجابه اتنين بس خلاص. طب نيجي لدي، النص على السدس، النص واحد من اتنين، السدس جزء واحد من سته. طب النص يتقسم على السدس يطلع في كم منه؟ اقول له مش الاتنين تنفع تبقى سته؟ لو اتضربت في تلاته، ايوه، يبقى نجزأ مين ده؟ تلاته. نجزأ الجزء الملون ده تلاتة، واحد اتنين تلاتة، يبقى في كام حتة من الأخضر اللي تحت؟ في تلات حتت، يبقى الإجابة بتاعته كام؟ يبقى الإجابة بتاعته تلاتة من غير ما أتعب نفسي. والدليل لو لونت ده ولونت ده، يبقى التلاتة دول قد التلاتة دول، يبقى اللي فوق قد الأخضر تلات مرات، اللي بعده تلات أرباع على تمن، تلات ارباع يبقى نلون تلاتة من أربعة، تم يبقى نلون واحد من تمانية. طب الجزء الملون اللي هو ده كله يقول لي الأخضر ده أنا قدك كم مرة؟ نعمل إيه؟ نبص للأربعة، الأربعة ينفع تبقى تمانية لو اتضربت في اتنين، طالما اتضربت في اتنين يبقى نعمل إيه؟ نقسم كل واحدة اتنين، قسمت اتنين،
قسم اتنين يبقى دول اتنين ودول اتنين ودول اتنين، يبقى الإجابة ستة. طب والدليل؟ انزل عند آخر الباب، الباب بتاعك لحد هنا، الألوان ألوان لحد هنا، عد من تحت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى اللي فوق يقول للي تحت أنا قدك 6 مرات، تعالى البيت تلت وخمس، فين الباب بتاعي؟ الباب هنا اهو، اخر الباب بتاعي لحد الحته دي. بس يا مستر حامد انا لو نزلت الباب برضو اللي تحت مش هعرف مساحه التلوين هنا غير هنا. عارف ليه؟ لان التلاته ما ينفعش توصل للخمسه. هنا الاربعه تعرف توصل للتمانيه. طب واللي قبلها؟ الاتنين ينفع تتجزأ جزئين، والاتنين تنفع تروح للسته، فكانوا دول سهلين. انما هنا التلاتة ما ينفعش تروح للخمسة، يبقى لازم اجيب ايه؟ ميم ميم الف، زي اللي انا شرحتها في تاني واحدة. الخمسة ما تقبلش على التلاتة. طب ده اولي وده اولي، يبقى نضربهم يبقى 15 جزء. يبقى مطلوب مني ايه؟ اقسم ده 15 واقسم ده 15 جزء. طب ازاي اقسم ده 15؟ مش دول 3 خانات؟ يبقى كل واحدة خمسة، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة، وده خمسة، كل واحد خمسة. طب بالنسبة للي تحت، بالنسبة للي تحت ده كام خانة؟ ده 5 خانات يا مستر حامد، 5 خانات. ما دام 5 خانات يبقى نقسم كل واحدة إيه؟ ثلاثة. يبقى نقسم ده كده 3 أجزاء. تمام يا ولاد؟ تمام. أصبح ده بقى كام الملون؟ 5، وده الملون بقى كام؟ 3. يبقى الإجابة بسط ده على بسط ده، يبقى الإجابة 5 على 3. طب اللي عايز يتأكد يعمل إيه؟ حسابيا، تعالى وأنا أعملها لك حسابيا. تلت على خمس، نعمل إيه؟ نسيب التلت زي ما هو، العلى تبقى فيه، التانية تبقى 5 على 1، كده مفيش وكده مفيش، اضرب فوق يبقى 5 على 3، نفس الإجابة أهي. اللي بعدها 4 أسداس، فين ال4 أسداس؟ 1 2 3 4، وهم 6، تلت. يبقى نعمل ايه؟ نجزأ اللي تحت 3 أجزاء، 4 أسداس على تلت. طيب هي الستة تنفع تروح للتلاتة؟ أيوة، لو اتقسمت على الاتنين. يبقى نعمل ايه؟ ناخد كل اتنين من دول ونقول ده تبقى خانة تحت، الاتنين دول ويبقوا خانة لوحدهم، الاتنين دول يبقى خانة. يبقى الإجابة تطلع إيه يا ولاد؟ الإجابة نبص على الجزء الملون، قد اللي تحت كم مرة؟ بص بص بص، قد اللي تحت دي 1 2، قد كم مرة؟ قد مرتين، لأن عمل منه مجموعتين، يبقى الإجابة 2. اللي بعده 1/4 على 8، الربع يبقى خانة من 4 أجزاء. طب نعمل 8 إزاي؟ نبص للأربعة، تنفع توصل للتمانية؟ أيوه، لو اتضربت في 2 يبقى نقسم جزئين، يبقى دي 2 ودي 2 ودي 2 وهكذا. طيب يبقى التمن فين؟ التمن اللي هو ده والتمن اللي هو ده. طب يبقى الربع عمل التمن كم مرة؟ عمل مرتين، يبقى الإجابة 2، وتقدر تتأكد حسابيا. السؤال اللي بعده 3/6، 3/6، نعمل ايه يا جماعه؟ التلتين هم كم جزء؟ 3 أجزاء، التلتين على سدس 3 أجزاء. جميل جميل. طيب ادي التلتين، لون 2 من 3. طب ينفع التلاته تروح للسته؟ ايوه، لو اتضربت في 2 يبقى نقسم كل واحده من دول جزئين جزئين جزئين، يبقى دي لوحدها سدس ودي لوحدها سدس ودي سدس ودي سدس. طب السدس اتكرر كم مرة؟ 4 مرات، تبقى الإجابة 4. تعالى للي بعدها 6/9، عملنا برواز من 9 أجزاء ولونا 6 أجزاء، 1 2 3 4 5 6. طب عايز أقسمه تلتين، نعمل إيه؟ نشوف التسعة تنفع توصل للتلاتة؟ أيوة، لو اتقسمت على التلاتة. طب في الحالة دي نعمل إيه؟ نعد 1 2 3 وننزل بخط، 1 2 3 ونلزم بخط. لاحظت ايه؟ لاحظت ايه؟ لاحظت حاجة غريبة قوي، ان الجزئين دول، ان الستة الملونين دول نزلوا بالحتتين دول. الله، طب ما الاتنين قد بعض يا جماعة،
الاتنين قد بعض، يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ واحد صحيح، لأن المنطقة الملونة دي قد المنطقة الملونة اللي تحت تماما. آخر شريحة معانا 5 على 3، دي أنا شرحتها في البداية لو أنتم متذكرين. فاكر الخمس جزء من 5؟ طب التلت نقسم الشكل اللي تحت 3 أجزاء ونلون التلت اللي هو ده، أدي التلت بتاعي أهو. طب الاتنين مش نفس المستوى، ندور على ميم ميم ألف، هيطلع الإجابة 15. دول 5 أجزاء يبقى تقفل دول 3، دول 3 أجزاء يبقى تقسم ده 5 أجزاء، أدي 5. اطلع لك فوق كام لون؟ 3. تحت كام لون؟ 5. يبقى الإجابة 3 على 5. آخر مسألة 8 أجزاء على 4 أجزاء. الراجل هنا حب يضحك عليك، عمل لك ال4 أجزاء أولا. تمام، يبقى أنت تعمل ال8 أجزاء فين؟ تحت. أقسم زيهم كم جزء؟ 9، أدي 1 2 3 4 5 6 7، والاتنين دول يبقى 9. طب يجي ولد يقول لا ده ال8 أجزاء هي اللي بادئة الأول، ما ينفعش أكمل عليها مستر حامد. ينفع، أهو 6 7 8، دول مين؟ ال8 أجزاء، أنا كملت على شغل الراجل. طب ال4 أجزاء نلون إحنا 4 أجزاء أهم، أصبح إن اللي فوق دول قد اللي تحت كم مرة؟ مرتين. الأربعة دول قد اللي تحت مرة، والأربعة دول قد اللي تحت مرة، يبقى الجزء الملون اللي فوق قد الجزء الملون اللي تحت مرتين. آدي الحل بالنماذج، يا رب يكون سهل وبسيط بإذن الله.